السلام عليكم يا شباب، الله يعطيكم العافية ويجزيكم الخير. تحياتي لكم متابعي قناة سوق المواشي في سوريا على اليوتيوب أينما كنتم، والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم يا شباب الأربعاء 7/2/2024، احنا الآن بسوق الغنم في محافظة إدلب شمال سوريا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اليوم يا شباب خلق ورزق ما شاء الله، والسوق زين، في حركة بيع وشراء الحمد لله ما شاء الله تبارك الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قبل ما نبدأ الفيديو يا شباب، في عندنا معلف فني معروض للبيع، معلف فني مستعمل من الطراز القديم، حديد قوي وسميك ما شاء الله تبارك الله، عارضين للبيع. اليوم قام ينباع المعلف الفني الصناعة الجديدة، الحديد الخفيف التجاري، قام ينباع ب 125 130 دولار، 135 دولار إذا يعني شغله كويس. اي نعم، عندنا معلف فني معروض للبيع ب 100 دولار، معلف فني من النوع القديم كويس. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. قبل ما نبدا الفيديو يا شباب، لا تنسوا الاشتراك بالقناه، اضغطونا على زر الاعجاب، زر الاشتراك، وتابعونا. الان اغطي لكم السوق كاملا، سوقنا اليوم زين، وان شاء الله حركه البيع والشراء طيب. انا قلت لكم السوق يهدي يوم يومين ويرجع يقلع، ليش؟ لانه الاعلاف رخيصه، وان شاء الله صار ربيع، ومقبلين على رمضان، شهر الخير والبركه، فان شاء الله السوق فيه خير. قلنا لكم يهدي يومين ثلاثه ويرجع يقلع، لا تفكر ان السوق لما يهدي راح من تقول يعني تنكسر اسعار الحلال او تموت، لا، بس بدنا الدلاله يهدون شوي على الناس بالسوم. الشغله الحقه 300 دولار، سوم 320 340 350 دولار، مو يكون حقه 300 وتسوم 600، لا ما يصير، خليك حوالي الهدف مشان يعني تنباع. كذلك الشراي، لا تجي على الشغله حقه 300 دولار تنطيهم 100، ما يصير يعني، ما يجوز، ولا تبخسوا الناس اشياءهم. شغلة عارفة، اليوم النعجة معدلة خيو 280، 320 أدفع 260 270، أدرج تدريج لحتى أصل الهدف. الرزق على الله، هاي أسباب، لا تفكر حالك اليوم لما تتشاطر على رزق الناس يعني راح يزيد رزقك، رزقك مكتوب باللوح المحفوظ، لا يزيد ولا ينقص. أي نعم، شغلة خيو عجبتني، لاقي فيها مصلحة، أخلي لحالي مجال وأشتريها، وأترك الغير مجال لما بدي أبيعها، واترك للشراي اللي قام اشتري منه مجال. هيك هيك يصير اصول البيع، هيك. ودائما هاي اسباب، انت خذ بالاسباب والله هو اللي يرزق. الصلاه والسلام على رسول الله. اعطونا على زر الاشتراك يا شباب. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله، هذا انا رجعت عليهم كثير عالم برمان الخريف. اللهم صل وسلم عليهم، دحك هذا ما شاء الله. اخوه عندي فيلم تركته. والله. اي. ما شاء الله تبارك الله. ايش قد طالبين ابو اسامه؟ والله ما اعرف، يعني شوفوا بزياد، نحن ما حلوات والله زينات، خلاص 200 210 اخيرا، ما صار بينشي لسه، ما ادري، ما اعرف والله، ما الحس جيت كنت عند سوق اللحم اليوم، اللحم انباع بخمسه، مفلفل اليوم اللحم، ها مفلفل على اخر. اللهم صل وسلم على ما شاء الله. وين راح عمي ابو زياد؟ والله خلاص زينات، انا ابو سامي يا شباب، يعني اللي بده يهن ترى رجال يعني راعي بحقه، مع انه والله خلاص طيبات صاحيات ونظاف، دحك هذا حمر هذا. اللهم صل وسلم على النبي، هذا كل الى الاخير مو؟ نعم. ان شاء الله تبارك الله. كويسات زينات. مراحك ناشف والله، مربطك ناشف ابو اسامه. يضحك هذا به ما شاء الله. مزين. سوق اللحم يا شباب عند ابو عمر. ما شاء الله. مية ثلاثة خلاف. شلونك ابو عمر، شو اخبارك؟ قال ابو خمسة. خمسة الا خمسة. ما شاء الله، خمس دولارات الا خمسة سنت. جبارة. ما شاء الله ما شاء الله. اليوم يقولوا السوق عندك فليفلة. خمس دولارات اليوم. نباع بخمس دولارات القارب. ما شاء الله، ايش قد اوزان؟ اللهم صل على محمد. القرقورة ايش قد انباعت عندك ابو عمر؟ ايه. 4 دولارات و60. ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على محمد. خمسة الا خمسة. شبيه السوق اليوم طالع. الله يبعث الخير. اللهم صل على محمد. الله يرزقك يا محمد. ان شاء الله تبارك الله. اليوم انباع راس السوق يا شباب، اطيب شيء. اقل شيء انباع اليوم ايش قد ابو عمر؟ 4 دولارات و70. من ال 4 دولارات و70 للخمسة يا شباب اليوم سوقنا. اللهم صل على محمد. شد 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 على الجزيرة انت طالع. هذا ما توزن، يريد ينهزم فراري. حبيبي الله يسعدك. مش قد انباع اليوم الكبش ابراهيم؟ الخروف هذا الكبش، ما شفت كبش انباع 4 دولارات و60. ما شاء الله تبارك الله، اوزان طيبه يعني.
اللهم صل على النبي. اهلين اهلين حميد، شنو سوقكم اليوم؟ مفلفل ايش بيه؟ ليش؟ 15 يعني بي شحينه ولا شنو؟ ما بي شحينه، الشعب جوعان بده ياكل لحم. ايوه والنصابين عم تضرب الشغله الرباعي، شغله الرباعي للصابين. ها الله يسترنا منهم، الله يسترنا منهم من اسبوع تركيا يعني. ليش؟ جد راح ما وشر ما دخان شو يرموا الايباد. ليش؟ عم يدخن عم يدخن خيخين فوم انت. الله يرزق الناس. يا خراف عند الذيب. حياك الله عمي محمد، ايش قد طلبت بيه عمي محمد؟ والله قاعد نصرف عليها نص ورقتين ونص ان شاء الله تبارك الله. قام يطلب 250 دولار شنو؟ هذا الخرافه. ايش قد اعطوك عمي محمد؟ والله قاعد نصرف 220 دولار. كويس السوق اليوم عمي محمد، والله الحمد لله. رجع غسل له 4-5 ايام ورجع صحه. اي نعم، بس طلعت الشمس يصحى السوق. الله يرزق الناس، الله يبعث الخير عمي محمد. ايوه الحمد لله ربعنا. بعد الجبانه قبل اي أيوة والله ربعنا. الله يسعدك عمي محمد. شوف يعني اثنين ورانا خراف. ايش قد صار من دفاعي عمي محمد؟ 800 دولار. 400 ما شاء الله. ثنايا مو ثنايا؟ لا ما ثنايا، بس فتايا ما شاء الله. والله وجوه وجوه ثنايا ما شاء الله تبارك الله. يرزقك عمي محمد. ست خراف عمي وفطيمه اسال سبع عجاد وران ست خراف وفطيمه. ما شاء الله تبارك الله. يدعك الخروف وقدمه الصلاه والسلام على رسول الله. فتايا مو فتايا كلين ما شاء الله تبارك الله. ايش قد طلب بهن ابو عز؟ ولا ابو عز مو معنا؟ طالبين بهن 4 صباح الورد 450. ايوه عمي يعطونا تقريبا يعطونا الاربعه. هاي ابو عزو يا صباح الورد. الله يسعد صباحك. الله يحييك ابو حمزه. ايش الاشراقه هاي؟ يا هلا يا هلا يا هلا. يعني بال 400 ما لهم طريقه. لا ما اعطوك شيء؟ انا 4 الا ربع. نعم وبدي وبدي 4 ونص. اللهم صل. يشترون ما يشترون لا يعلم الا الله، والعلم بيد الله سبحانه وتعالى. اي نعم. بس داحق ما شاء الله والله خرافه كويسات ابو ايه. خراف بضاعه كويسه. خروف خروف فين؟ بس هذا صغار بس اللي عم يصورهم كويس. واني كويس ها؟ المصور اللي عم يصور. طيب هم بدهم يشترون المصور، هم بدهم يشترون الغنم يعني. المصور غالي علينا. الله يسلمك. الله قد سمتون ابو؟ ايش خروف لسه ما حدا وقف عليهم. ما طلبتوا بين شيء؟ حسدني انا 225. يعني حاط ببالك 225؟ ان شاء الله. اللهم صل. تقريبا صار الدار علينا. كويسات زينات ماشي حال الوسطيات. اخف من التو شفناه انا ابو اسامه مو؟ زين اللهم صل على محمد. خف من الشباب اللي بديه يعني. اللهم صل على محمد. ما صار بين دفع عمي لحد الان. حياك الله. هلا ابو 210 قبل هالمره امبارح. ايه اليوم لسه ما صار. اليوم ما صار بين شيء. اليوم ما صار بين. الله يبارك فيك. جايك ركض وطلبهم 4 منهم. نعم 225. نعم تنقايه منهم. تنقايه منهم ما بعت. اللهم صل. الله يجزاك خير. اللهم صل على محمد. اليوم نازل على السوق، انت منزل شيء؟ انت السوق ولا ما بعنا واشترينا، بس نشرب شاي ونشوف الغنم. يعني انت منزل شيء؟ لا جبنا فطار جبنا خير الله رزق. اليوم سوقنا زين الحمد لله. الحمد لله. الله يبعث الخير. وما الشمس شدت كل ما زلنا السوق شد. الحمد لله دائما وابدا. والصلاه والسلام على رسول الله. عند اخونا ابو عز وقام يسوم الطلب 3000. عم يقول طلبنا 3000 وينباع. انتهت الحكي هذا بكثير ما شاء الله تبارك الله. اسخال جبليه موجودة عند أخونا أبو عزو. زينة صحتها كويسة مقبولة، بس هاي يقولها تشكي خالص يعني. ما هالأسخالة تنطي خشانة بعدين، بس زينات حلوات. اللهم صل وسلم على النبي. الطلب قام يطلب أبو عزو 3000 أول كلمة يعني. وأتوقع إن قلت فورا أقول لك 2500 يعني. الكلمة الثانية 2500. اللهم صل وسلم على النبي. بس يعني مقبولات. يلا علوش هلا بيك. الله ياخذك ما شاء الله تبارك الله احسن خالقين. اليوم شمس ومشراق. 240 يا حبيبي. 240 الطلب. خلاف وراتي حلوات والله ما شاء الله تبارك. وداحك داحك على
على الصفطة يا حالاتها. ما شاء الله ما شاء الله. ايوه والله 240 كلها روح واحدة. ما شاء الله تبارك الله. 205 انطوك 205 دولارات. ايوه. ان شاء الله تبارك الله. اللهم صل على محمد. فصل 220. اللهم صل على محمد. فصل 220. خشانتها زينة. حلوة. وين ابو سامة؟ راح ابو سامة. خراف حلوات، خراف حلوات وقد بعض. خراف حلوات وقد بعض وزينات. شبعانات اللبن يا احمد ها؟ اي والله من حجاج وحجاجك. قصدي رويانات زينات من صار مفطومة من زمان ها؟ والله اكثر من شهر بس والله مطعميها زارع وشعير. صحيانة. اللهم صل على محمد. ما شاء الله تبارك الله. ايه من قالنا لحد 210 يا؟ عند احمد الشيخ محر. من قالنا 210 يا شباب؟ احمد الابراهيم. ليش ترى 210 يا حبيبي؟ خلاف زينه. تصير الرباطه وحده بوحده. ايش قد انطوك احمد؟ 205 دولارات. جباره. جباره. بقلب بعضها. بقلب بعضها. اللهم صل على محمد. شلون السوق اليوم احمد كويس مو؟ ان شاء الله. الحمد لله يا رب. دائما وابدا. ان شاء الله. 75 ملاخ. نعاسه. ثلاثة أربعة خمسة يومك كور الله يهداك 170 دولار لسه 170 دولار لسه عليها نقال عند رعيها لسه عليها نقال عند رعيها انت طيعني والله على راسي 170 والله انا بحب اشتريها تعرف الفترة احنا والله على راسي والله استاخذ تراب من تلتصق بسايت الله ديروا مطمغنا لك اشتريت ب 70 الليلة بدلمون على ابو جاسم بها الخمسة اشتريت ب 70 الليلة اشتريت بيني وبين خطاك الله بيني وبين خطاك الله دوي يا ابو زيد خطاك الله ايش قد كنتوا تسوون هنا؟ ها؟ كنت اسوون 175 دولار ما شاء الله تبارك وبعناها 160 دولار 160 والله إيه؟ قلت لصاحبي راح ينباع معك بال 160 ايه 160 وين اساله؟ ايه اساله قلت له راح ينباع معك بال 160 اللهم صل على محمد كويسه ابو محمد الله يرزقك ابو محمد ايه والله 1000 والباقي الاسبوع قلت له راح ينباع معك بس بال 160 الله يرزق البايع والشاري اللهم صل على كويسات والله حلوات بيلكات بهن لحالهم ايه ظل بهن مجال لسه ايه اللهم صل على محمد هذن موجهات شرط دغري يصبون لهن على الباب اي والله يجن يوم عن يوم كويسات اللهم صل على طيبة ذرة طيبة وفطيمة زينة فطيمتها زينة بزرق اي والله والله جاد سمتها 4 على 4 ما اعطوك شيء ها ما صار بها شيء لسه اللهم صل اليوم الرزق كثير بالسوق فلذلك قام يضيع الرزق من كثرته الحمد لله اي نعم الله يكثر الحلال امين اللهم امين 100 دولار فصل حلوات يا ابو عمر اي نعم من جنن والله حلوة زينات ترى جنية ولحم لا هالصفرة هاي ما شاء الله الطرفين الصفرة العسلية هاي حيل حلوة هاي طيبة والله ما شاء الله وهاي لاحق على الدعام هاي 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 حلوة بسجرنا ايه اللهم صل على ما اعطوك شيء بعمر ها والله انطوني على التركي يدفعوا لي تحت ال 8000 بالثلاثة بالثلاثة يعني 2000 و ايش قد الوحدة تقريبا 2300 يعني دفعوا لي 75 مو هو بيزار ولا بثمانية بأيام وصلت ل 100 دولار ملاقي اللهم صل فصل 100 دولار فصل الله يرزقك يا حلوة يا شباب الصلاة والسلام على رسول الله صراحة شيء يفتح النفس بس ما شاء الله تبارك الله لونها حلو قعامها حلو بس لو مقطعين اذانها فيها زواويد خشانتها حلوة اللهم صل وسلم على قعامها حلو ضحك على القعام ما شاء الله تبارك الله يلا سكاكين موت طالع طالع ما شاء الله تبارك الله طالع لا الصلاة والسلام هاي عنده بزياد حلوه والله ما شاء الله تنجمع مدفوع ب 200 دولار يا شباب ما شاء الله تبارك الله وصاحبها عم يطلب بها 300 موجوده عند عم ابو زياد الجمله الصراحه بضاعه فخامه صاحبها حاصره هين عند بين هالسيارات والله العظيم شغلتك شغله حلوه جذعه لساتها فاضيه يعني على الربيع تحني لازم لساتها صخله يا شباب ما شاء الله تبارك الله يعني للربيع تبلش ها تبدل هالولادة ممتازة أحسنت والله محمد والله ما قصرت إنك ما خليتها ما خليتها عشرة اي والله ما قصرت فطيمة يا أبو حمزة فطيمة ها والله حلوة ما شاء الله صاحبها بس فطيمة هي ورمها
هاي ايهم هاي تفضل ما شاء الله السلام على رسول الله ما شاء الله تبارك الله الفطيم حلو ما شاء الله تبارك الله ضرت ما شاء الله عجبني عندك طيب ما مقصد بس سجل سجل رغم انك ما شاء الله نعجه زين ان شاء الله ضرت زينه وفطيمته زينه حلوه ما شاء الله تبارك الله موجود عند ابو زياد والله ما ادري ايش قد طالب بيها بس بده اياها ابعث صورته لابو زياد قول له اريدها نعجه نعجه زين ان شاء الله حرته حلوه ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله بس تنهز من الكرش داع الحركة يا شباب الصلاة والسلام على رسول الله داحق على الوقفة ما شاء الله تبارك الله إشامية ما شاء الله تحت اللهم صل وسلم على داحق داحق طول رقبة قعام جلاس تبوز ما في كزام عينه بيضة وقفته حلوة لونها حلو جردة من قدام حلوة حلوة زواويد يعني من كل النواحي هذا الربيع تحلص الساعة كل أذن عم ينادي علينا أبو زياد 10 فطام بألف دولار يا شباب على 100 دولار 100 دولار عم يطلب اللهم صل وسلم على نبينا محمد البضاعة هاي تعالي نروح عم يطلبين 100 دولار الوحدة طبعا يعني بهذا الطلب الدلال بده يطلب فوق الحق شوي اللهم صل على محمد كمالت إلا الأخير يا شباب هي إلا الأخير كمالت إلا الفطاية اللهم صل على محمد عم أبو زياد الفطاية متطوك بين شيء الطلب 100 دولار بس فكفك اي نعم هذه خلاف خاميه يا شباب الصلاه والسلام عند اخونا ابو عمر الدولاني ان شاء الله تبارك الله ايش قد صار بها ابو عمر 225 ما بعتها ما يبيع يقول هذا هذه بعد سنه ايش قد يعني اريد 240 عن 240 بيع اللهم صل على محمد واليوم مشان تشيل شوي نقصنا قصدا بس عشان العام تطلع الفلوس شويه ايوه تشيل 5 دولار اي نعم هسه يجوز الرجال يعني متسوق بسعر معين وما يقدر ينزل تحته يعني لا 205 يمكن يطلع هو مباطح يغسل هو الرجال سوا اي نعم يطلعون مباطح ها ابدا يطلعون مباطح يفتي يطلع شوي هذاك اي نعم على الصفحه اي والله حياك الله بحبك. الله يسعدك يا ابو عمر هذا شباب الشعير الابيض والشعير الاسمر ابو قيس الفرق يعني اي الاحسن الرباطه الشعير الابيض ولا الاسمر المشكله احنا ابناء المنطقه الشرقيه ما حدا يربط الخراف ابيض خالص مستحيل على مدى انا ربطت على مدى 12 سنه مستحيل حتى لو تنقطع الناس تستنى الموسم وتربط اي الاقصى يعني اي الافضل الطري الاسود اطرى من الابيض يعني والله الاسود اكوس نعم يعني بالنسبه لي يعني على تجربه 12 سنه الاسود اكوس من بس هذا بروتينه أعلى يعني ولا؟ الناس الخبراء يقول لك الأبيض بروتينه أعلى. نعم. أما كرباطة الأسود أفضل يعني. أفضل الرباطة أفضل من الأبيض. الاثنين نفس السعر يا شباب يعني الحنطة الشعير الأبيض 245 دولار، الشعير الأسمر 245 دولار، عند أخونا أبو نمر شركة النمر على طريق معرض مصريين سوق عندكم أخونا علوش هنا شركة النمر. يعني أموره عالية الجودة. وين المعاطي؟ مسوي بنك تقول متسرح من الجيش جديد وين محمد وين انهزم محمد اختفى هاي شركة النمر يا شباب على طريق معرة المصريين وانت طالب من معرة المصريين باتجاه سوق الغنم بضاعة نظيفة جودة عالية اسعار مناسبة